في السوري في سوريا أن نقف وقف تضامني مع أخواننا في الغوطة الشرقية. مبروك ورجينا يا رفيد يا طلعوا واطلع بالصف المجلات نطلع الجليل نروح هذا الوادي نطلع تضامنا مع أهلنا في الغوطة الشرقية لما يتعرضون له من حصار خانة، لما يفعل بهم بشار الأسد من حصار وإعدام أبسط وسائل الحياة. الطعام غير متواجد في الغوطة الشرقية. جئنا نطالب من المجتمع الدولي الذي استنكر جريمة الكيماوي يوقف هذا الرجل عن شعبنا في الغوطة الشرقية، يقتلهم من الحصار من الجوع. شكرا لكم.